هنروح لتقرير مع الفنانة نشوى مصطفى واللي اشتهرت بتقديمها للأعمال الكوميدية. السنة دي كنا هنشوفها في شهر رمضان مع الفنانة مي عز الدين في مسلسلها الجديد، لكنها للأسف اعتذرت عن المسلسل. كمان خرجت مي عز الدين من المنافسة الرمضانية السنة دي بعد ما تم تأجيل التصوير بسبب ضيق الوقت. من ناحية تانية قررت الفنانة نشوى مصطفى إنها ترجع لعالم تقديم البرامج. تعالوا نلتقي بالفنانة نشوى مصطفى ونشوف هتقول لنا إيه على الفترة الفنية القادمة ليها. لو حسيت إن أنا خلاص خلصت كل اللي عندي فأنا هقرر إن أنا أمشي، لكن طول ما الإنسان عايش بيبقى عندك أمل إن أنت تدي أكتر لو قدرت، والحقيقة المسألة بتبقى يعني بتاعت ربنا، لو ربنا بيحبنا هيستخدمنا كما يريد يعني، أو هيخلينا موجودين كما يريد. فأنا يعني لسه ما خلصتش اللي عندي، يعني أتمنى أكون موجودة أكتر وأقدم أكتر. عندي برنامج هيتذاع يعني خلاص، المفروض بشارك فيه زميلتي شيماء سيف، هو برنامج منوعات أو برنامج كوميدي، لكن الدراما الحقيقه ما عنديش دراما السنه دي في رمضان. كان في مسلسل مع النجمه مي عز الدين، بس للاسف المسلسل كبير قوي والوقت اللي فاضل قليل، فمي قررت انها ما تكونش يعني ما تعمل